الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل في هذا اليوم وفي أسبوعنا الرابع وأسبوع الكبار، وفي الأول من شهر نوفمبر لعام 2014 للميلاد، تأتي انطلاقة هذا اليوم الخاصة بالحولي والزمول، وانطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة واهتمام كبير من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على البركة مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، ننطلق مع أول أشواط هذا اليوم، ولدينا 13 شوطا توزعت ما بين الحولي والزمول المحليات والمهجنات الأصايل. 6 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. على البركة ينطلق أول أشواط الذلل المحليات الأصايل، ونسير مباشرة مع الصدارة ومع المقدمة ومع شعار المسك التي فازت بيوم الأمس في سن الثنايا. تأتي هنا الشاهينية على المركز الأول، لأيضا علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم هذا الاسم، وينطلق هنا على صدارة هذا الشوط في المركز الأول، بينما نقلتنا مباشرة هناك مع المركز الثاني اللي وصلت في ثاني المراكز اللي هي وصلت في هذه اللحظات غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، وصل في هذه اللحظات، بينما هنا ياتي وعد، وعد في المركز الثالث هناك ايضا محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتواجد بشعاره الكبير وانطلاقاته المثيرة. هنا مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، نقلتنا مع وصلت حشيمة هنا، وصلت في هذه اللحظات مسلم بن علي بن دري المنصوري احد الاسماء القوية والعملاقة ايضا، ويبغى لها مراقبة بالفعل، واحدة من الاسماء القوية وايضا المرشحة في هذا الشوط من خلال الانجازات الكبيرة التي سجلت حشيمة، ولكن دخول من شعار ممثل ايضا الوثب الدايم. وصل الطلب ولها الطلب بالفوز والانتصار محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، وصل في هذه اللحظات، ولكن أرى شعار الصقار، وصل الصقار في هذه اللحظات ليقدم سودة. شاهين بخلفان بن راشد المزروعي بدأ يتدخل ويغير إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، وهنا وصلت محنة محمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف، وصل أيضا ضيفتنا العزيزة القادمة من ميدان الشيحانية للمشاركة في أول أشواط الحول المحليات الأصايل. هناك أيضا المتدخلة من الجانب الآخر اللي وصلت في هذه اللحظات شواهين سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، وصل في هذه اللحظات ليقدم شواهين، ولكن هنا ايضا النويعس واحده من الاسماء القويه في العام الماضي سجلت انجازات كبيره، سالم بن حمد بن سالم بن هدفه وصل في هذه اللحظات، وهنا ريم الخليفه بن سلم بن علي بن دري المنصوري. يا سلام، الله الله الله، الامتار المجنونه، جوله الاوامر النهائيه يا سعود، وصلنا ال 500 متر الاخيره، وصلنا الانتقالات الرائعه، ولكن هنا ايضا اللي هي طلب، هي طلب، بسم الله تبارك الله، بدأت تنتقل، بدأت تسير إلى المركز الأول، تحركات من حشيمة وطلب محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، وهناك أيضا حشيمة مسلم بن علي بن دري المنصوري. يا سلام، أهالي الوثبة والساد أيضا ينتظرون السلام، ولكن هناك أهالي الختم قادمين، ولكن تهانينا وعلى الهواء مباشرة نزفها على ظهر طلب الى السيد محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت حشيمة مسلم بن علي بن دري المنصور. المركز الثالث الوصول من الشاهينية
السيد علي بن حمودة بن علي الظاهري والمركز الرابع النويعس لسالم بن حمد وسالم بن هدفة المركز الخامس غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب أيضا محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي بالفعل قدم غنايم وحصلت على المركز الخامس. هكذا النتيجة وهكذا الأسماء القوية والسرعة وأيضا طلب هي من فازت في هذا اليوم مع أول أشواط الذلل المحليات الأصايل. تهانينا لممثل الوثب الدائم محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. هذه لحظات الإعادة لحظات أيضا الملخص الذي يأتي بعد نهاية كل شوط من الزميل والمخرج أسامة الهواري. شكرا يا أبو طلعت. قطعت مسافة 6 كيلومترات بلا شك في 9 دقائق هنا و33 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. شكرا يا سعود بن لوحوش أيضا من قدم طلب. بينما حشيمة قطعت المسافة 9 دقائق 35 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمسلم بالعلي بن دري المنصوري أيضا واحدة من الأسماء القوية والعملاقة الشاهينية من حلت ثالثا. هناك أيضا وصلت في المركز الثالث السيد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري 9 دقائق 38 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.